مساء الخير. إيش كثر أنسأل عن رأيي في شامبوهات الأطفال، خاصة شامبو بيبي جونسون. طبعا يعتقد الكثير من الناس أن الشامبو بما أنه للأطفال إذا خفيف على الشعر وخفيف على الفروة فيستخدمونه، وهذا الاعتقاد خاطئ. شامبوهات الأطفال تضر وتهلك الشعر. ليش نستخدمه للأطفال؟ بكل بساطة لأنها ما تحرق العين. الشامبوهات الزينة للشعر الكبار تكون حمضية والبي اتش يكون 5.5 مثل شامبوهات سيرامد وغيرها من الشامبوهات. هذه شامبوهات زينة للشعر لكن تحرق العين، لذلك صمموا شامبوهات خاصة للأطفال تكون قاعدية ما تحرق العين لكن للأسف تضر الشعر، والشعر دائما يفضل أي شيء حمضي وما يفضل المحلول أو الشامبو القاعدي. إنزين، ليش شعر الأطفال أفضل من شعر الكبار؟ أولا لأن الهرمونات اللي تطيح الشعر ما اكتملت عندهم، ثانيا ما يفقدون دم بشكل شهري، وفي ثالثا ورابعا أسباب كثيرة ما لها علاقة بالشامبو.